عابد كلش. شو قعدت؟ لا بس عابد كلش بعد ما اقدر. لا وليدي مأجورين ان شاء الله معك تعب، هاي خدمة تبع عبد الله. الله انت ما قصرت ويانا. الله يسلمكم ان شاء الله، البركة بيكم. هسه صار وقت الصلاة، يلا خلنا نروح نصلي. والله تعبان يا ابا، ما بي حل اروح. لا ما يصير، الصلاة واجبة واهم شيء الصلاة، نصلي ونرجع كل احنا نخدم. هذا يا ابا صح هذا. فاجعة الطف، هاي الفاجعة الأليمة في كربلاء لازم ناخذ منها الدروس والعبر. فالنهضة الحسينية نهضة إصلاح ضد الظلم والطاغوت الأموي المتمثل بمعاوية وابن يزيد. معاوية ابن طلقاء ويزيد ابن طلقاء، ونصبوا الخلافة، الخلافة الشرعية لآل محمد بالتنصيب الإلهي. وأطيعوا الله ورسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر آل محمد. فيزيد شارب خمر وفاسق وملاعب للقردة، يعني يمثل الانحراف بكل تفاصيله. طلب من الإمام الحسين صاحب الحق الشرعي بالخلافة أنه يبايعه. الإمام امتنع عن البيعة وقال من مثلي لا يبايع مثله، يعني ماكو مقارنة بين الإمام الحسين وبين يزيد الفاسق. وأما بالنسبة للشعائر فهي شعائر الله، أيام الله. هذه الشعائر أوصى وأكد عليها أئمة الهدى. الإمام الصادق عليه السلام قال احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فالنهضة الحسينية مباركة من الله ومسددة من الله، ومهما تكالب الطغاة على أن يمحوا أثر الشعائر الحسينية، ومرينا بها بزمن صدام يزيد العصر اللي حاول بشتى الطرق أن ينهي القضية الحسينية تالي زادت. فاتبرهن كلام مولاتنا زينب عليها السلام، قالت سينصب لنا في هذا الطف علم، كلما اجتهد أئمة الكفر على أن يمحوا أثره لا يزداد إلا علواً. فالنهضة الحسينية باقية بكل تفاصيلها، عندنا المجالس، المواكب، المشي، كل هذه الشعائر شعائر الله وشعائر مستحبة، ولازم على كل مؤمن أن يقيم هذه الشعائر. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بالشيخ نصر أمين من مزار تاج الدين، فأهلا وسهلا به برنامجنا. أهلا وسهلا، حياكم الله، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى مصاب أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الكرام الطيبين الطاهرين، هذا المصاب الجلل في هذه الأيام المباركة. شيخنا وإحنا نعيش أجواء محرم، شهر الطاعة، الإمام الحسين اللي قاتل من أجل العبادة والطاعة. أريد نعرف بالبداية ما أنواع العبادات؟ شكرا لهذا السؤال الجميل. حقيقة العبادة الذي يطلع على فكر الإسلام، فكر أهل البيت عليهم السلام، هناك نوعين من العبادة. أولا العبادة القلبية، وهي التي يتحصل فيها الإيمان وحب النبي صلى الله عليه وآله وحب أهل البيت، مودة أهل البيت أيضا، هذه كلها طاعات قلبية. ولذلك أحد العلماء عنده كلمة جميلة يقول ما نرى من الآثار في المعاصي إذا عصى الإنسان الله تعالى في يده أو في عينه أو في سمعه أو في لسانه، هذه كلها هو القلب الذي يعصى، لكن هذه آثار، بمعنى هذه الجوارح تأتمر بأمر القلب. هذا النوع الأول.
النوع الثاني من العبادة هناك عبادات عملية. نعم. وهذه العبادات العملية هي التي بني عليها أركان الإسلام. ولذلك أولاً هن العبادات تنقسم إلى ثلاث. أولاً هي العبادات البدنية الخاصة كالصلاة. كالصلاة عبادة بدنية، لكن هنا الصلاة أحتاج أن نركز عليها. الصلاة بما مضمونها من الصلاة هي الصلاة بين الخالق والمخلوق. نعم. ولذلك جاء رجل إلى أحد العلماء مستهزئاً، قال: تقولون هناك اتصال بالله؟ قال: نعم. قال: أعطني لكي أتصل. فالشيء رقم يتصور أنه في الخلوي. نعم. اتصل، يقول: فكرت ماذا أقول له، أي شيء هو أقرب إلى الله؟ قال: اكتب 2 4 4 3 4. يقول: لم أجد شيء أفضل من الصلاة هي الاتصال بالله تعالى. لكن الصلاة تشمل جميع مقدماتها وجميع أجزائها، لابد أن تكون مقدمات، تقصد الوضوء؟ صحيحة، مقدماتها لابد أن تكون، ومن أفضل المقدمات الوضوء، ومن أفضل هو حضور القلب. نعم. لأن كما القلبي. عن الباقر قال عليه السلام: إن لم يكن في الصلاة حضور القلب تلف كما تلف الخرقة وترمى بصاحبها، بوجه يعني صاحبها. شيخنا، يعني انقطاع مع الله، يعني صلة الخالق والمخلوق. نعم. ولذلك هذا يفرق بين العبد والعابد. نعم. العابد يقال الذي ينقطع إلى الله تعالى ولا يجد شيء غير الله تعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك عبادات مادية، هناك عبادات مادية كالزكاة مثلا، كالصدقة أيضا، هذه عبادات. يعني مجال المعاملات هاي تدخل؟ هي نعم، سواء كانت معاملات أو غير معاملات، لأنه نعم. مثلا الزكاة نعم فيها جنبة من العبادات والمعاملات. هناك في المعاملات كيف تكون المعاملة، لكن نعم. فيها أيضا جنبة عبادية غير المعاملات. نعم. لكن الصدقة ليست من المعاملات أيضا، هذه مستحبة طاعة قربة. نعم، طاعة قربة إلى الله تعالى. ولذلك يفرق بين العمل الحسن والعمل الصالح. نعم. العمل الحسن ممكن أن يكون لغير الله تعالى. عمل حسن أنت تعطي لفقير، فقير أعطيته صدقة، بس لكن أنت مو قربة إلى الله تعالى، هذا عملك يكون عمل حسن. العطاء هو عمل حسن. مرة ما تريد تشوفه، ما أريد أشوف وجهه، طول خليه يمشي. نعم. هذا العطاء هو بحد ذاته عمل حسن، لكن إذا كان منه ورائه قصد القربة ممكن أن يكون عمل صالح. إنما الأعمال بالنيات. بالنيات. نعم. ولذلك الإنسان عليه أن أيضا أن يركز في صلاته على نيته وأجزاء، وضمن من ضمن هذه هي أجزاء من أجزاء الصلاة النية. نعم. ولذلك إحدى مبطلات الصلاة الخلل في النية، مبطل لصلاة العبد. النية قلبية. نعم، النية قلبية. هذا الأمر. الأمر هناك عبادة أخرى وهي تجمع الأمرين. نعم. أولاً العبادة المادية، والعبادة اللي هي شنو؟ الأولى اللي قلنا عليها العبادة التي هي تكون، فلابد الإنسان أن يأتي بها في حركاتها، وهي كحج بيت الله الحرام. يحتاج إلى الأمرين حج بيت الله الحرام. نعم. الأمر الأول اللي هو يحتاج إلى المادة، إن استطاع إليه سبيلا. نعم. والأمر الثاني أيضا يحتاج إلى جهد. نعم. هنيئا لمن حج بيت الله الحرام. عندما هذا السؤال نسأل من جاء من حج بيت الله: ما هو الصعوب تقولون الحج؟ قال: نعم، أنت شهر كامل في العراء، أنت شهر كامل وهذه المعاناة. ولذلك هذه العبادات وأجزاء العبادات، وهناك أقسام كثيرة أيضا من ضمن هذه العبادات وهذه الطاعات. عندنا هذا الجيل، هذا النشأ اللي هسه مكب على لوح الموبايل ليل نهار، بالنسبة للآباء والأبناء والمؤسسات التربوية، شنو دورهم بتوجيه هذا الجيل إلى الصلاة اللي هي عمود الدين؟ طبعاً أنت تعلم أن هذه تبدأ أولاً من البيت، من الأم والأب.
ومتابعة الأم والأب إلى أبنائهم في قضية الصلاة والالتزام في الصلاة. هذا الطفل عندما يرى الأم والأب عند الزوال وضع سجادته وتربته ومسبحته وتوجه إلى الله وصلى، هذا الطفل يبدأ في التقليد، ولذلك يقولون الطفل يقلد أهل بيته، يعني شو يشوف؟ نعم، ماذا يرى في البيت؟ ماذا يرى على أبيه على أمه؟ يقلد البيت، ولذلك هذه أولاً البذرة من البيت، بعد ذلك تأتي المؤسسات الإسلامية خاصة والتربوية. المؤسسات الإسلامية هي كالجوامع والحسينيات وبيوت الله تعالى، هذا الدور على عاتقهم يقع. بعد ذلك يبين، هناك دورات خاصة في أحكام الصلاة، أفعال الصلاة، موجبات الصلاة، الأمور التي تبطل الصلاة يحتاجها أبناءنا الآن، هذا خصوصا هذا الجيل الآن الذي غير مهتم إلى عباداته وطاعاته ومعاملاته. أيضا المعاملات مهمة جدا، مهمة جدا، لأن الدين معاملة فعلا، فنحتاج إلى، كما نحتاج إلى جميع الطاعة، نحتاج إلى المعاملات من أخلاقه، سائر أفعاله وتروكه، ماذا يفعل، ماذا يترك. نحتاج نحن أيضا بدورنا أن نبين بعض الأشياء لأبنائنا. أنت ترى ليش المسؤولية يتحملها الأم والأب؟ عفوا، لأن أنت ترى أنه هذا الطفل إذا رأى أباه وضع تربته يذهب إلى تربة ويأتي يضعها ثم إلى جانب أبيه ويقوم في الصلاة، يقلد الحركات، ولذلك يقلد أباه في هذا الأمر. نعم، ولذلك يتحمل المسؤولية الأكبر. من؟ الأب. ما دور النهضة الحسينية في حفظ الإسلام؟ النهضة الحسينية هي التي حفظت الدين الإسلام، محمدي الوجود، حسيني البقاء. نعم، بفضل دماء سيد الشهداء عليه السلام. تعلم بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله زرعت بذرة الانحراف، بدأ الانحراف من السقيفة، من سقيفة بني ساعدة، وما رسم النبي صلى الله عليه وآله خط السماء وأوصى لأمير المؤمنين، بدأ الانحراف من هذه اللحظة. بعد ذلك وصل الأمر إلى معاوية، ومعاوية كما أسلفت في مقدمتك، بعدها وصل الأمر إلى يزيد عليه اللعنة، ويزيد رجل شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة. نعم، ولذلك رفض سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام البيعة لهذا الرجل الفاجر، لأن قال على الإسلام السلام. لذلك ترى أنه النهضة الحسينية، وبعد تطور الأحداث أيضا أخذت هذه الدماء الزكية تترعرع في السماء، وراية الحق، رفعت راية الحق، ولذلك تصدى المنبر الحسيني، ولذلك تجد المنبر الحسيني مربيا للأجيال، المدرسة المربية على مر التاريخ، مر التاريخ وما مرت من أحداث وما شهدنا من أحداث ومن صعوبات، لكن المنبر الحسيني لا زال شامخا. ولذلك شهدنا النظام البائد، وجنابك الكريم أيضا شهد النظام البائد ماذا صنع بخدمة المنبر الحسيني، وماذا صنع بالعلماء. ولذلك أنت ترى الآن المنبر الحسيني شامخ، المنبر الحسيني معطاة، يعني زال الطاغية والمنبر شامخ، والمنبر شامخا ولا يزيد. هذا برهن لقول مولاتنا زينب، مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحداث، هناك موعد للقاء الإمام الحجة حج الله تعالى فرجه، والتي قالت زينب في مجلس يزيد لا تمحو ذكرنا. ولذلك الآن ذكر أهل البيت عاد إلى الساحة وبقوة،
ولذلك نحن تربية مجالس الحسين عليه السلام، ولذلك نحث العوائل الآباء اصطحاب أبنائهم إلى المجالس، إلى مجالس سيد الشهداء عليه السلام. ونسأل الله تعالى بحرمة سيد الشهداء ومجالس سيد الشهداء أن يرفع الوباء عنا، البلاء عنا، بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. أشكرك شيخنا على هذه الإطراءات الجميلة، وهسه خل نشرب شاي وعلي. شيخنا راح أسمعك شيء من الماضي، شيء بين لك. خدمة الحسين الذين ربونا على حب الحسين عليه السلام، هذه الحناجر التي تعانق السماء، لكن للأسف كان في السابق في الخفية خوف من البعث من الطاغية صدام. هاي ما قبل صدام، يعني حمزة بالستينات، أنت بزمنك الخفية وكان والدك يمكن. نعم. نعم، كنا نسمع هذه الأصوات الجميلة في الخفية. نعم، في أما في الستينات لا أخو بعد، لكن هذه الأصوات تبقى خالدة لأنها أصوات ملكوتية، هاي خدمة الحسين. نعم، بفضل الحسين عليه السلام خلدت هذه الأصوات، وتبقى هذه الأصوات جيلا بعد إلى مر العصور. ولذلك ترى أن هؤلاء أيضا ذكرهم خالد بفضل خدمة الحسينية، بفضل الحسين وخدمة مجالس الحسين عليه السلام هذه الأصوات خلدت، وهذه الأسماء البسيطة المتواضعة خلدها التاريخ، وكانت بسيطة لكن الآن أصبحت لها رقم صعب. لماذا؟ لأنها خدمت المنبر الحسيني. الصوت الخالد حمزة الزغير، أمير الشعراء كاظم المنظور الكربلائي. نعم، حمزة الزغير، عبد الزهر الكعبي، هاي الرموز، هاي الرموز كلها الآن هي إلى الآن هذه الحناجر، مهما تقدم الزمن كلما ازدادت هذه الأصوات علواً لأنها خدمت الحسين. شنو سر التألق بالضبط؟ الجانب الفني لو جانب الإخلاص يا أخي، أنت صاحب تجربة. العمل يحتاج إلى ثلاث. أولاً العمل لابد أن تكون فيه ثلاث جنبات. نعم. أولاً إتقان العمل، رحم نعم. الله من عمل عملاً فأتقن. ثانياً الإخلاص، ثالثاً الانتماء، يعني المن هذا العمل لأنهم انتموا لأهل البيت، ولأنهم أخلصوا لله تعالى. نعم. وانتموا لأهل البيت وعملوا مجدين عملا صالحا، فلذلك خلدت هذه الأصوات بفضل سيد الشهداء عليه السلام، لأن من يخدم الحسين مع الإخلاص مع الإتقان مع الانتماء لسيد الشهداء عليه السلام سيخلده التاريخ، سواء كان على منبر، سواء كان قلما، سواء كان صوتا، سواء كان رادودا، سواء كان شاعرا، سواء كان خطيبا، مهما مر الزمان بفضل سيد الشهداء وخلود واقعة الطف هي التي خلدت هذه الأصوات، لأنهم نقلوا واقعة الطف لنا، ولذلك أنهم الشاعر يصور والقارئ يقرأ لنا ما جرى على الحسين وعيال الحسين. إذا سمحت لشيخنا، كل من إلى لونه وطابعة، مثل ما حديقة وبها أوراد، كل زهرة إلها عطرها، كل من إلى نكهته. شوف عبد الزهر الكعبي، البلاغة والإتقان والصوت الملكوتي، اللغة. شوف كاظم المنظور بشعره، منظور من أهل البيت. شوف حمزة بصوته، شوف الشيخ الوائلي، يعني كل من إلى نكهته. إذن جانبين، جانب الإخلاص وجانب الإبداع. هذا السؤال الذي سألته كل له لونه الخاص. نعم، هي هذه خدمة الحسين عليه السلام، كل يخدم بقدرته. نعم. بإمكانيته، بما يملك من أدوات، الشاعر بقلمه، الرادود بصوته، الخطيب بمحاضرته، الناعي أيضا
بصوته الجميل. ولذلك هذه كلها هي من عظمة كربلاء وعظمة مجالس سيد الشهداء. ولذلك في مجلس لخادم الإمام الحسين رحمة الله عليه السيد جاسم الطويرجاوي قال: أنا لا أتحدث عن الفلسفة، فقط أتحدث عن الحسين، اللي يريد فلسفة لا يجي أمي، أنا أتحدث عن سيد الشهداء ولا أتكلم عن غير سيد الشهداء عليه السلام. ولذلك هذا السيد أيضا خلد في التاريخ بفضل سيد الشهداء في قبر سيد الشهداء هنيئا لخدمة الحسين. ولذلك الآن بفضل الخطيب الحسيني السيد جاسم عندما يمر الزائر يقول: السلام على خادم الحسين عليه السلام. إذن إحنا شيخنا ضفنا في الشيء الجانب الإخلاص، الجانب الإبداع، التسديد الإلهي، تسديد ونظرة الحسين لخدامه، لذلك هذا الإبداع. نعم، الإمام يقول عليه السلام: الإنسان يحتاج إلى أمرين، أولاً واعظ من نفسه، وتوفيق من الله تعالى. ولذلك بفضل سيد الشهداء هؤلاء توفقوا وخلدهم التاريخ إلى أبد الآبدين. أشكرك شيخنا وأشكرك على هذه الإطراءات الجميلة بخصوص النهضة الحسينية. وهسه نشرب شاينا. شكرا لكم وشكرا لهذا البرنامج الجميل وشكرا لقناة كربلاء، ونسأل الله تعالى أن يحفظكم بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انطلاقة الإمام الحسين بهاي النهضة من أجل إحياء ذكر الله، من أجل طاعة الله، وقاتل الإمام الحسين من أجل الصلاة. قتال الإمام الحسين يعني عنده قرع الأسنة ورمي السهام، الإمام الحسين ثابت. هذا الإمام الحسين اللي قاتل من أجل الصلاة وأقام الصلاة مع قرع الأسنة. إقامة الصلاة والعبادة لازم تكون على كل مؤمن بمعرفة، فالحسين عرف الله حق معرفته، مثل ما قال أمير المؤمنين: أول الدين معرفته، وكمال معرفته توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، لأن من وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، إلى آخر السلسلة بالتوحيد اللي ذكرها أمير المؤمنين. فعلى كل مؤمن أن يعرف العبادة بتفاصيلها. هذا كله جانب الفرائض. أما الجانب الآخر فالعمل هو عبادة، أي عمل تقوم به هو عبادة لرزق عيالك، ولازم يكون هذا العمل من الرزق الحلال. يعني أوكل جهالي خبزة الحلال، لأن المعاملات الغير شرعية مثل الربوية وغيرها تخلف فد أضرار مادية ومعنوية بالدنيا والآخرة. فبالدنيا تجي الأمراض، تجي الكوارث على العائلة، فعلينا أن ناكل خبزة الحلال. كذلك المعاملات ومعاملاتنا مع الناس لازم نكون أمينين بكل التعامل، نؤدي شغلنا بإتقان. رحم الله امرئ عمل عملا فأتقنه. وخلاصة موضوعنا نوصل إلى محصلة، أنه الغاية من خلق البشر وخلق المخلوقات من الله الغاية لمعرفته، الغاية لطاعة الله. زين، بدليل الآية اللي ذكرناها بالبداية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعمل مثل ما قلنا بشقين: عمل فرائض وعمل عبادة. فالفرائض اللي مرت بينا مثل الصلاة والزكاة
والحج وغيرها من الفرائض. وقلنا أكو فرائض واجبة ومستحبة، ومنها المستحبة الشعائر، فعلينا أن نقيم الفرائض وعلينا أن نعمل، فالعمل عبادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.